أحد الآباء عن شخص ورد ذكره كثيراً في الكتاب المقدس، فأجابني قائلاً إنه نبي من الأنبياء. فقلت له: لكن الكتاب المقدس يرقيه لأسمى من ذلك، إذ يؤكد يسوع أنه أعظم من نبي. فمن يكون الذي ينقذ من نار الحريق؟ ومن هو الذي يملك حكماً على مطر الأرض ويطلب أن تنزل النار فتلتهم أعداؤه ويستجيب له الرب؟ وبأي سلطان تحضر المراكب النارية أمامه من السماء لتصحبه بعد انتهاء مهمته؟ من هو إيليا ليرافق الأحداث عبر الزمن ليعاصر كل نبي ويكون له في الشدائد معيناً؟ نبي ديس هو من العهد القديم. نحن الإسلام نبينا، هو النبي الحي اللي صعد للسماء. نبي إيليا باختصار هو أحد أهم أنبياء العهد القديم، بترد سيرته بسفر الملوك الأول وسفر الملوك الثاني. وقت اللي منحكي عن النبي إيليا، أكثر شيء بيلفتنا بسيرته هن الصفتين اللي بيطلقوا عليه، أنه الحي والغيور. صفة الغيرة عادة وقت اللي نحن بنحكي عن الغيرة، هذا يقتضي وجود حب أو محبة. الشخص اللي بيغار هو شخص محب. مارليس هو نبي ظهر بحوالي سنة 900 تقريبا قبل المسيح، وظهر بشمال إسرائيل يعني بالسامرة. والنبي إيليا هلأ بالتفاصيل مش رح نقدر نقول كل ما ينزم عنه، نقدر نقول إنه نبي، وبقولوا له إيليا تشبي يعني من منطقة تسمت على اسمه يعني، أو تسمى على اسمه إذا بدك. والنبي إيليا معروف عنه إنه بيقول بيحملوه سيف أكيد، بس ولكن بيقول كلمة الحق وما بيساوم عليها. للإسم انشقاقات ولفظات متعددة، منها الياس إيليا أو إلياهو، ومعناها بالعبرية الرب هو إلهي. عرف كنبي من أنبياء اليهودية. يشبه النبي إلياس في نمط عيشه يوحنا المعمدان، فقد كان مسترسل الشعر لابسا الجلد ومعروفا كرجل برية، إذ يورد الكتاب المقدس لجوئه الدائم للجبال حيث كان يقضي معظم أوقاته في الصلاة. عاش في القرن التاسع قبل الميلاد في عهد ملك إسرائيل أخاب وزوجته الملكة إيزابيل، وقد ورد ذكره في سفر الملوك الثاني. لم تكن مسيرته النبوية سهلة، فعلى الرغم من طغيان الملك والملكة واضطهادهما له، وصل مارلياس جهاده غير هياب مخاطر التعذيب، مؤديا رسالة خالقه حاملا في صدره غيرة على ناموس الله. ويزاد على أعجيب مارلياس لقب الحي الذي ما يزال متداولا حتى يومنا هذا، ويعود ذلك نسبة لمروره في قرية معرونة وهو في طريقه إلى الشرق، حيث حصلت معجزة انشقاق الجبل الذي صعد النبي لأعلاه ماكثا هناك لفترة قبل أن تنحني أمامه عربات النار وتنقله حيا إلى السماء، ليذكر فيما بعد في العهد الجديد إلى جانب موسى عند تجليهما مع الرب يسوع المسيح على جبل ثابور. كان يقاتل هول اللي بيعبدوا الأصنام وهول يعبدوا الله. رد للأرملة ابنه وأهطل الأمطار بعد أن انحبست. ماك ما بعرف. شفيع الأعمال، شفيع كل شيء، شفيع اللي أتوقع اليابسة إذا شيء مطر، هو كمان للمطر للخير. بالنسبة لنا شفيع القديس ما فيكش تحدده. هلا اللي كان شفع له أكتر شيء مين؟ بدك تشوف مين اللي كان يذكره أكتر شيء ويطلب من الله اسمه.
ويطلب شفاعته. بهالشيء هذا بيميل بهلا في له، يبقى هو تاريخ كمان له تأثير. يعني إذا مارليس مصورينه بسيف معناتها لازم يكون محارب. فإذا الأشخاص اللي أكثر شيء اعتنقوا التوجه صوب المارليس العظيم والأمطار، لأنه هو عمل الإعجوبة أنه بيقولوا حبس الأمطار مدة 7 سنين ورجع بكلمة منه. بقى فيك التوجه اللي بدك إياه أنت بتختاره، بآخر الأمر بتطلب من القديس. نحن خبرتنا مع الزوار بالدير غالبا كانت تتجلى بحول شخص مارلياس الكلي، يعني شفاعته بحيث انه هالغيرة اللي عنده بتخليه واحد من الاشخاص يلي مثله مثل كل القديسين، شو ما طلبت منه بيلبي. هلا باقي القديسين يلي بيكون عندهم مثلا مثل ما بنسمي انه هذا القديس مثلا شفيع الامراض الصعبه، القديسه شفيعه العيون، شفيعه الامراض، النبي ايليا واحد من الانبياء يلي مثله مثل كل القديسين مثل ما ذكرنا، يعني بيسمع كل الطلبات وبقدر حراره ايمان كل شخص هو بيلبي. مثل كل الاباء القديسين بالكنيسه ما في اختصاص عند القديسين، كل القديسين قدرانين عند العرش الإلهي يتشفعوا فينا لأي طلبة هي من أجل خيرنا. تحتفل الكنيسة الشرقية بعيد مارلياس في 20 تموز من كل عام، وقد شيدت العديد من الأديرة والكنائس التي تحمل اسم هذا النبي في كل من الأردن، فلسطين، لبنان وسوريا وحتى اليونان، ولعل أهمها دير مارلياس في معرة صيدنايا الذي يحوي المغارة التي لجأ إليها النبي إيليا الحي هرباً من اضطهاد الملك أخاب وزوجته. يعد النبي الغيور من أوائل صانعي المعجزات، وعلى مثال إقامة إليعازر من بين الأموات كإعلان لقيامة غير المسبوقة، كانت أول إقامة للموت على يد إلياهو الذي بقوة الله أحيا ابن أرملة صيدا. يذكر أن النسكة عرف أشكاله الأولى معه إذ كان بكر ذواقي لذة اللقاء مع الله والعيش معه، وهو المعلم الأول الذي أسس مدرسة الأنبياء، فكان له تلاميذ كثر أبرزهم النبي إليشع. يحتل اسم مارلياس كشفيع للكنائس الشرقية حتى يومنا هذا المرتبة الثانية بعد كنائس السيدة العذراء. بيقولوا انه لما مات اجت مركبة نار وطلع على السماء. ما بعرف كيف مات، اختفى، ما عرفوا ظروف موته بالضبط لأنه بيقولوا راح بمركبة. بتعرفوا مارلياس منه مارلياس الحي، يعني بالنسبة للقديمين لليهود ما مات، انتقل للسماء بعربية نارية، عربي نارية. إيمانيا نحن ما يعنينا بموضوع أن مارلياس هو حي، نحن نعرف أنه حي بالله، وأنه كل إنسان يحيا مثل ما عاش النبي إيليا هو حي بالله ويبقى إلى الأبد، لأنه هو بياخد أبديته من خلال تعاطيه مع الله الأبدي. فطالما النبي إيليا عاش كل صفات القداسة والطهارة والبر المطلوبة من الإنسان الذي يسعى بجدية إلى هذه الحياة، فأظن هو حي مثله مثل كل القديسين والأنبياء يلي نحن بنعرف أنه هن أحياء كمان. ما في بالمسيحية مفهوم للموت بعد القيامة. إلياهو ليس فقط شفيعا مسيحيا أو نبيا يهوديا،
فالقرآن الكريم تكلم عنه، وهو الياس بن ياسين من ولد هارون أخي موسى، نبي من أنبياء بني إسرائيل، وقد ذكر في موضوعين: الأول حين قص الكتاب الكريم الأنبياء ذاكرا إيليا، وزكريا ويحيى وعيسى والياس كل من الصالحين. أما بعدها فقد ذكر في حديث تناول سيرته ورسالته: وإن الياس لمن المرسلين، إذ قال لقومه: ألا تتقون؟ أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين؟ الله ربكم ورب آبائكم الأولين. فكذبوه فإنهم لمحضورون إلا عبادة الله المخلصين، وتركنا عليه في الآخرين سلام على آل ياسين، إنا كذلك نزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين. عملت دراستي أنا وقلت أنا بدي أخذ مشاهد من حياة مارلياس، حطينا مارلياس بالنص حامل سيف حامله على كتفه، وزيت الوقت حامل كتاب كبير غيرة غرته إلى الرب الإله القوي. السيف هو رمز للدفاع، هو مدافع عن الإيمان، مربوط من حمل السيف مدافع عن الإيمان المسيحي، منا مشكلة كرمزية أكثر ما هي أنه عم بقطش روس يعني. أخذنا هالصورة وحطيناها كبداية لأنه بيهمنا كثير كمسيحيين شو علاقته بالمسيح، بقى ظهوره بالتجلي مع المسيح. تاني مشهدين مهمين بالنسبة لنا لأنه مارلياس إجا على صيدة، على صرفة صيدة يعني الصرف عند اليوم، في أرملة هونيك. أول مرحلة كانت ميتة من الجوع، ما فيش زيت وما فيش خيرات وفي الشتاء، كان عبي لها جرة زيت بطريقة عجائبية. وتاني مرة كان ابنه عم بيموت، صلى عليه وقاموا من الموت. بعدين أخذنا ثلاث مشاهد مهمين من تحت وطالع بالمغارة على جبل الكرمل، هالمشهد الحلو كتير يلي موجود عند الروم والمكان، وتقريبا أخذنا زيت التأليف واشتغلنا عليه. تاني مشهد على جبل الكرمل لما اجوا كهنة بعال وتحديهن انه بدي يقدموا ذبيحة للآلهة، قال لهم بتحديكم إذا فيكم تصلوا تنزلوا نار من السماء تحرقها، ما قدروا. هو بكلمة ربنا استجاب له ونزلت نار وأكلت المحرقة. بقى هون بدل ما نحط كهنة بعال عم بدعوسهم وقطشهم روسهم، حطيناهم جايين عم يتحنوا قدامه وياخذوا بركته وآمنوا بالرب الإله. والمشهد الثالث اللي بهمنا كثير اللي هو له بعد بنسميه اسكاتولوجي، يعني مجيء ربنا مرة ثانية، يعني هو صعوده إلى السماء على مركبة نارية مثل ما شايفين هون، وخلف منه النبي إليشا عم بياخذ المشلح تبعوله العبية تبعوله مثل عطاء نبوة يعني فيها. هذه باختصار أيقونة مارلياس نحن كيف رسمناها. هو الأمين لله في اليهودية وعاشقه في النسيم، فكان الذي سبق التجسد ومهد، وكان الصوت الصارخ عود إلى الله، فاضطهد ورذله بني الأرض، فاتخذ النسك مسلكا مستقيما ليتحد بالعلي، تبنته الطبيعة فأكسته مما عندها وسخرت طيورها لتؤمن زاده، ولم يشأ أن يترك الأرض صامتا، فوهب صوته لتلميذه الذي لم يشأ أن تنتهي مسيرة إيليا، فنقلته الملائكة على عربة نار محرقة عشق وغيرة إلى جوار الذي قدم حياته لأجل اسمه. فيا أيها النبي الحي نور الله وكلمته، انظر إلينا من العلا وتشفع إلى الله من أجلنا أن ينهضنا من فطورنا ويرد التائهين من وثنية هذا العالم إلى مخافة الآب، والضالين في معابد الجل إلى حصن الكنيسة المقدسة، فنمجد اسمه وتخلص نفوسنا ونبلغ نظيرك إلى السعادة الأبدية. آمين.